وجب كما قلت لكم إخوانا أن ندرس، والعلم دراسة، العلم ليس قراءة. تعلموا إخوان، الذي قرأ ما درس. وأنا أقول لكم اقرأوا ما تشاءون وادرسوا كتاب الله. لما تمسك بكتاب رجل نزل من بين فخذي امرأة فاقرأ، فإذا كان كتاب الله فادرس. قال تبارك اسمه اقرأ، ولكن باسم ربك الذي خلق. أيسر الأمر ابتداء الأمر، فأول الأمر ما قال اقرأ، هذا أيسره، لأنه كان أول الأمر. قلت لك القراءة أيسر، فيكون اقرأ. فلو قرأت الكتاب أفلحت، ولكن أقول لكم يقرأه الأعجمي، اليوم في أعاجم يقرأون الكتاب ولكن لا يعلمونه. إنما تدخل الجنة بعد العلم والعمل، من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من ورثة الأنبياء؟ اتحاد العلماء. ورثة الأنبياء العلماء. اسمع، من العلماء؟ الذين يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني من يخشى الله حق خشية الله؟ العلماء. فالذي لا يخشى الله ولو جمع كتب الأولين بين يعني صدغيه ليس بعالم. هذا رجل يقرأ الكتب، والذي يخشى الله عالم، ولو علم آية فعمل بها هذا عالم. اليوم من يقول قل هو الله أحد يؤمن بها ويعلمها هذا عالم. هذا عند الله يعلم ثلث الكتاب،